البروجكت التاني عندنا اسمه الزيادة السكانية والأمن الغذائي. الزيادة السكانية والأمن الغذائي، بقولك للزيادة السكانية أثر كبير على المناخ والأنشطة المختلفة في ضوء دراستك والمصادر المتاحة. قم بإعداد مشروع بحث يتضمن ما يلي. إيه هي بقى البوينت الخاصة بينا في الحوار ده؟ الأول بوينت اللي هي بيقولك قم باستعراض أثر الزيادة السكانية على توفر العناصر والمركبات الكيميائية في الأنشطة المختلفة وزيادة الانبعاثات الحرارية والكيميائية التي تؤثر على عناصر المناخ في الأقاليم المناخية. إيه الكلام الجامد ده؟ ده كلام جامد أوي. هو قصده ايه في البوينت دي يا ولاد؟ قصده يقول لك يا ترى زيادة السكان بتؤثر على المركبات الكيميائية ولا ما بتأثرش؟ طب لو السكان عددها زاد، ده هيعمل على زيادة الانبعاث الحراري اللي بينتج عن عمليات الاحتراق طبعا، وبتطلع لنا مركبات كيميائية بتبقى ضارة جدا لينا. وطيب ولا ما بتطلعش؟ طب هل يا ترى دي هتأثر على المناخ ولا مش هتأثر؟ بص يا سيدي، احنا هنتكلم الاول عن هنقول ان كلما بيزيد عدد السكان، كلما زاد عدد السكان زاد استهلاكهم للعناصر والمركبات الكيميائية، وده طبيعي جدا. مش هنجيب واحد بيستهلك مادة كيميائية زي 10. كلما بيزيد عدد السكان يا ولاد، كلما بيزيد استخدامنا للعناصر والمركبات الكيميائية في أنشطة حياتنا المختلفة. ده أقل حاجة العربيات. يعني شوف دلوقتي تمشي في الشارع تلاقي كمية عربيات مهولة. كمية العربيات دي ما هي بتعمل بيرنينج للفيول، فبتطلع لنا كربون دايكسيد وبتطلع لنا غازات سامة كتيرة جدا. الغازات دي بتؤثر على البيئة وعلى الاير، وبتعمل كيميكال بلوشن والحاجات دي كلها. تمام، والحاجات دي احنا اتكلمنا عنها في الكلاس على فكرة. يعني معظم الحاجات اللي احنا المواضيع او العناصر بتاعة البحث احنا اخدناها في جزء الكيميكال رياكشنز قبل كده. طيب دلوقتي هنقول ايه؟ هنقول ان الحاجات دي هل يا ترى بتؤثر على المناخ؟ طبعا بتؤثر على المناخ بطريقة كبيرة جدا. يبقى اول حاجة هنبتدي بيها هنقول ايه؟ هنقول ان كلما زاد عدد السكان كلما زاد استهلاكهم بكمية كبيرة جدا للعناصر والمركبات الكيميائية. حلو الكلام، حلو الكلام. انا استخدمت كده مركبات كيميائية كتيرة، هستخدمها بقى في السيارات، في صناعات حاجات كتيرة جدا، في بطاريات العربيات، في تموين العربيات، في حاجات كتيرة جدا. يعني عامة هتذكر منها حاجات كتيرة جدا، والحاجات دي طبعا بتعمل زيادة للانبعاث الحراري والكيميائي. يعني ايه زيادة الانبعاثات الحرارية والكيميائية؟ انت دلوقتي مثلا بتستخدم مركب كيميائي او بتعمل تفاعل كيميائي، مثلا العربية وهي ماشية ما هي بتطلع طاقة حرارية، انبعاث حراري، ما هي بتطلع هيت انرجي برضو، بتطلع كيميكال كومباوند، الحاجات دي كلها زي الكربون دايكسيد، ما الحاجات دي كلها برضو انبعاثات نتيجة للتفاعل الكيميائي، والحاجات دي برضو بتأثر لنا على المناخ. طبعا بتؤثر لنا على عناصر المناخ في الأقاليم المناخية، طبعا بتؤثر في كل البيئات المختلفة الموجودة على الأرض. بتأثر لنا طبعا إن انبعاث حراري وكيميائي ده على طول يبقى بيعمل جلوبال وورمنج، زي ما قلنا في البروجكت الأول ده سيم ايديا. يعني قلنا إن نتيجة الانبعاث الحراري والكيميائي نتيجة للتفاعلات الكيميائية واستخدام العناصر والمركبات الكيميائية أدى إلى تغيير المناخ في الأقاليم المختلفة. طيب غير المناخ عمل ايه؟ طبعا عمل ارتفاع لدرجة الحرارة عن النورمال. النورمال بتبقى درجة الحرارة معروفة، لا ده عمل increasing للtemperature of the earth. so عمل بعد كده حاجة اسمها اللي هي global warming او green house. تمام كده، احنا بقى نحاول ان احنا ندعم البحث او البوينت دي بصورة، مثلا نجيب عدد سكان كتير، نجيب صورة لمركب كيميائي، نجيب صورة لمثلا جلوبال وورمنج، يعني حاجة كده. يعني نحاول ان احنا نوثق البوينت بتاعتنا بايه؟ بعبارة عن شوية صور وحاجات كده. تمام، ربنا معاكم ان شاء الله وبالتوفيق.